السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا في الصحة لاباس. اليوم عندكم دور عرضة العنكبوت بهذا الشكل. هي عرضة سهلة مشهورة، حنطبقها معاكم في اصغر شكل تقدروا تخدموه. بندم الشعر ايضا لازم يكونوا عنا عوينات محددين، تبعوا معايا خطوات وان شاء الله حتفهموها. انا هنايا في هذا الشكل ثبت 12 عوينه، تعطني 2، تعطني هنا وحده وهنا وحده. انتم كي تحب تكبروها وديروها عريضه لازم يكون عندكم عدد كبير تاع عوينات، وهذا العدد لازم هنا نحضركم معكم فهمكم في ورقه. هنا هذا مربع في 4، هنا عندي مربع في 4 سنتيمتر، قسمته على 4 أجزاء، في كل جزء حجوني 3 عوينات. هنايا 3 عوينات، وهنا 3 عوينات، وهنا 3 عوينات، وهنا 3 عوينات. 3 في 4 تعطيني 12. العدد تاع 3 هو العوينات، هذوما 3، وعدد تاع 4 هو نقسمها على 4 أجزاء. الجزء الأول هادو ما 3 عوينات تاع هنا، يجيب هنا في هادو ما عطانا هذا الشكل تاع العوينات، حيبدأ ينقص ويزيد في كل مرحلة. وثلاثة عوينات تاع هذه العنكبوت لهاي هنايا، وثلاثة عوينات تاع الإطار هذا اللي نخدمو فيه، وهادو 3 عوينات تاع الجانب تاع البوندا. هنايا تعطيني 2 تشكيلات تاع العنكبوت، وهنايا كي تكون بوندا شوية عريضة عليها فيها 15 تعطيني هذا الشكل. نتمنى ان شاء الله تكون واضح. دائما كي يكون عندنا حابين نخدموها لازم يكون عندنا بوندا فيها 12، حوالي 12، اكثر من 12 ما عليهاش، اقل من 12 مش حتخرج لكم. لازم يكون عندنا 12 15 18 21 24، وانتم تزيدوا في كل مرحله تحبوا حتى تلحقوا كما نقولوا 3 أجزاء 3 أجزاء 3 أجزاء في كل في 3 عوينات. هنا 3 عوينات، هنا في 10، هنايا عطينا 30 عوينة، لازم يكون عندنا 30 عوينة باش نتحصلوا على هذا الشكل. تبعوا معايا خطوات. هنا عندي هذا مربع، متلاحظوا ثبت فيه 12 عوينة. درت 12 عوينة في كل، درت هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 3، جاوني 12 عوينة. قسمت هذا المربع تاعي قسمته على 4. هذه أصغر بوندا تقدروا ديروها في هذه الغرزة، لازم يكون عندكم 12، لكن عندكم اقل مش حتخرج لكم. نديرو هنا، انا بديت من اليومين جيت لليطار، نديرو هنا 3 عوينات، 1 2 3. نتمنى ان شاء الله يكون واضحة. هنا نتمنى ان شاء الله تكون واضحة، هي مش واعرة فيها خطوات فقط، في كل الطريق عندها الخطوة نتاعها. تبعوا معايا، هنايا درت 3 عوينات، دركا هنايا 1 2، هنايا في الثالثة ندخل ونعين فتحة، هنا فتحة 1 2، الثالثة درت فيها الفتحة. هنا كذلك ندير عوينة هكذا، درك هنا 1 2، في الثالثة ندير فتحة هذا الشكل، 1، نكمل العوينة تاع
الإطار تاعها. واحد اثنين. انتوما كي تعلموها ولا حبيتوا تجربوها، ما تجربوهاش في قطعة كبيرة، حاولوا تجربوها في أشكال طائعة كيما هكذا. لا جاتكم معرة ولا حبيتوا تعاودوها ولا تجيكم نورمال، لو درتوها في قطعة كبيرة حتى تغبنكم، وكي تجيكم معرة ولا كاش حاجة ما تقدروش تعاودوها. ندخلوا هنايا بعوينة، هنايا في العوينة الثانية لازم نزيدو حتى عوينة، نتبع العوينة تاعنا هنايا. لاحظوا معايا هنايا هذه الفتحة، نشدها فتحة واحدة أخرى والمنطقة تاع الفتحة، وهنا ندخلو في هذه العوينة بهذا الشكل. درت فتحة هنا فتحة هنا، شديتهم في الفتحة الكبيرة. أنا دوك هنا هذه الفتحة هندخل ليها من جانب هكذا، هكذا فتحة نزيدها هنايا، ندير العوينة الأولى الثانية الفتحة جونا جوج عوينات هذا الشكل. ندخلو في هذه العوينة هنايا، نزيد ندخلها هنايا ثانية، دوكا ندخلو هكذا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هكذا. هنا يجون التعوينات، لو ندخل هنا في هذه الفتحة، هنا في هذه الفتحة نشدها هنا، نشدوها هنا التعوينات، من بعدها بعدت منا جيت في هذه الفتحة شديتها في الطرف. نتمنى إن شاء الله يكون الفيديو هذا هكذا، ان شاء الله يكون واضح. دروكا هنا ندخل هكذا، ندير هذه العوينة، دروكا ندخل هنا هكذا، نزيد نحكم العوينة تاعنا، ندخل من هنا ندخل هنا في العوينة. هنايا مانيش حنحكمها هنا، نحكمها في الطرف هكذا، نحكمها هنا في الطرف ندخل هنايا بدون حكم هذه هنايا هذا الشكل. ننتقلوا للعوينة، هنا ندخلوا في العوينة ثانية ثالثة رابعة خمسة ستة كنشدوها منا من الجانب لاحظوا معايا مليح. دوكا هنا نديرو واحد
هادو هما الخطوات الاولى. دوكا الخطوات تاع الثانيه، دوك يجيو هنايا مقلوبين متعكسين. هنايا جاتنا عنكبوت، انا قلبتها جات من هذه الجهه، تجي من عنكبوت من هكذا. هنا عنكبوت وهنا هادية الإطار اللي شدنا العنكبوت، إطار اللي شد شبكة العنكبوت بهذا الشكل. دوكا هنا هادية في هذه الخطوة هنايا نقلب بتجي هنا الإطار اللي شد العنكبوت، وهنا جينا العنكبوت. هنا تبع معايا مليح، نديرو واحد اثنين ثلاثة. هنا لاحظوا معايا دوك ثلاثة عوينات، نحسب هنا واحد اثنين ثلاثة، في الثالثة حندير بفتحة نتاعي. دوك ندخل في هذه هنايا في هذه العنكبوت هنايا، ما شاء الله يكون الطاقة واضحة. ما شاء الله يكون الفيديو واضح هكذا. هنا دخلت في الجانب تاع العنكبوت هكذا، درت عوينة هنايا، درت عوينة وحدة. دوكا هنايا ندخل هنايا كذلك، ندخل هنايا ندير الفتحة. جاتني ثلاثة عوينات، فتحة كبيرة، عوينة، فتحة. دوكا ندخلو هنايا، كملوا العوينات تاعنا، واحد اثنين. ندخلو من جانب، واحد اثنين ثلاثة هكذا. دوكا في هذه الفتحة نديرو لها اثنين عوينات، واحدة زوجة، هنايا ثلاثة ربعة خمسة. نشد الفتحة الصغيرة، العوينة الصغيرة هكذا، ندخل في هذه هنايا، هذه الفتحة نحكمها بالمنتظر عاشق. دوكا انا منش حنشدها هنا، حندخل في العوينة اللي موراها. نديرو هنا عوينة ثانية، هنايا ندخل في الجانب، نخدم العوينة تاعنا، هنا درت اثنين عوينات. دوكا أنا هنايا ندخل بهذا الشكل، ندخل هنا نحكمها هنا هكذا، ندير عوينة، ندخل هنايا عاشق. نشدو العوينة تاعنا،
هنا، ثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، بهذا الشكل. لحظة مليحة هنا، هنايا دخلت بهذا الشكل. دخلت حكمتها من جانب، حكمتها هكذا. دوكا هنا ندخلو في العوينة هذه اللي في الوسط، هنايا هذه نحكموها من الطرف، وهنا نديرو العوينة. هنا واحد، اثنين، ثلاثة، هذه خطوة. واحدة أخرى هنا، ثلاثة هنا، نديرو شدوها من الطرف، نديرو فتحة، شديناها من الطرف، درنا فتحة تاعنا، ندخلو منا خطنا، العينة الأولى. هنا درت ثلاثة عوينات، درت هذه فتحة، درت عوينة، واحد، اثنين، ثالثة، هنديرو فيها فتحة. ماشي، ندخل من نديرو واحد، اثنين، ندخلو من جانب هكذا. هنا راني في الجانب، نشد العوينة تاعنا الأولى، الثانية، هكذا. تركها هذه الفتحة الكبيرة، نحكمها المنتظر. هكذا ندخل هنا في هذه العوينة، ديرو عوينة هنايا، هكذا ديرو في هذه الفتحة، نديرو فيها زوج عوينات هكذا. ندخلو في هذه العوينات، لحظة معانا، هنا جانب، هذه عوينة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة،